هكذا بدأ المشهد العام داخل القاعة البيضاوية بالعاصمة. الآلاف من مناضلي جبهة التحرير الوطني من مختلف أرجاء الوطن لبوا نداء الحزب فغصت بهم القاعة. مواطنون من مختلف الفئات كلهم بصوت واحد، نعم للاستمرارية ولعهدة جديدة للرئيس بوتفليقة. جيت على بوتفليقة، أنا نحب ونشتي ويطول ربي في عمره. إحنا مع الاستمرارية. كلنا عظيم الشرف أنه يكون مرشح حزب جبهة التحرير الوطني فخامة الرئيس المجاهد الأب عبد العزيز بوتفليقة. الأفلان جمع الأبناء الفرقاء في هذا التجمع، والهدف دعم ترشح بوتفليقة لعهدة جديدة، هدف ترجمته القيادة إلى أفعال. ففي هذا اليوم حشد الأنصار لإعلان مرشح الأفلان لرئاسيات 2019. باسمكم جميعا وبمنتهى الفخر والاعتزاز وتعسيا بقيمنا الراسخة من واجب الامتنان للمحسنين والعرفان لأصحاب الفضل وأهل العطاء، يشرفني أن أعلن أن جبهة التحرير الوطني ترشح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية القادمة. هي مطلبكم ومطلب المواطنين في كل ربوع الجزائر الحبيبة. وزراء الحزب لم يفوتوا فرصة هذا التجمع وضموا صوتهم إلى صوت المناضلين. نحن اليوم هنا طبعا دعما لاستمرارية الخاصة بفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وهذا طبعا ردا للجميل الذي قام به منذ توليه الحكم سنة 99. بترشيح الأفلان للرئيس بوتفليقة يكون الحزب قد دخل غمار الرئاسيات القادمة، وتبقى آمال المناضلين معلقة على موقف الرئيس من هذا الترشيح.